مقابلة شيرين تكشف المستور، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة سارة الورعد اللي تفاعلت اليوم بستوري من إيفنت للإنستغرام. صرحت إنه هي تم اختيارها لشي كتير مهم، وصرحت سارة إن اليوم راح تخبر جمهورها. كنت إني أخبركم يا بس أنا ما بقدر أحكي كتير، بس اختاروني لشي كتير مهم كتير حلو راح تعرفوه اليوم إن شاء الله أو بكرة، ماني متأكدة لسه، يا اليوم يا بكرة، بس بكرة كمان في إيفنت كتير 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 مهم. مجتمعنا في هون كمان كرييترز تانيين، نمر أيضا للجميلة شيرين بيوتي اللي قامت بوضع لايك على آخر بوست لنور ستارز اللي حمست فيه الجمهور لنزول أول حلقة من البودكاست، وكشفت نور ستارز أنه الحلقة الأولى راح تكون مع شيرين وسيدرا. وكمان الجمهور في عنده أمل أنه شيرين تجيب العيد مشان يعرفوا هالإشاعات ارتباطها مع أسامة صحيحة أم لا.